السلام عليكم، مرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير دي زد. نزيد نهضر على الوزير، خاطر الناس قال لك لازم الوزير هذا شوبير ومنا وينظروا في امره. ثم غادي نزيد نهضر على الوزير، هذا الوزير اللي اصبح محامي تاع مدرب ماشي وزير الشباب والرياضة. أنا اللي نطلب رئيس الدولة يعني ناس يطردوا هذا الوزير الذي أصبح يعني محامي تاع مدرب ماشي وزير الشباب والرياضة، اللي عنده مع شحال الاتحادية تبعت له، ما عندكش مدرب واحد نتايا. يعني حسب ما جاء في معلومات يعني في سبتمبر اللي فات من هذا المنشور على السلطة العمومية، فتح التحقيق في تسجيل أموال الخزينة الاتحادية لكرة القدم. ماشي الوزير، السلطة يجب تدخل يعني الشرطة الاقتصادية. وشاهدنا الإعلامي حسين جناد ودرت وين نفكروكم باش نفكروكم بهم، قالوا ضربوا كله كله بايشكي ولونترينر ولا كان لا شك ولا والو. يعني حسين جنان قالها لكم، قالكم الروس ما يضرب الماريكان والماريكان ما يضرب الروس، يا حسرة. يعني داخلين عليها غير خلايا، او ما يشكو بيه صايك، ما كان لا شكوى لا والو. كاين لي بريم حيين، كاين لي بريم حيين. وين الفرنسي بيير ايفون، واحد من الذين خططوا لنهب المال الاتحادية وإفلاسها. لما كان على رأس الاتحادية من أطلقوا عليه اسم الديكتاتور، ولما لما كان يريد أي مدرب اللي كانوا في المنتخب الوطني برمجة مقابلة ودية يتصل بالرئيس الديكتاتور اللي كانوا مسمينه الديكتاتور، فيحمل هذا الأخير هاتفه ويتصل بصديق من أصدقائه رئيس اتحادية مثله، ويتم الاتفاق وتبرمج المقابلة بناء على اتفاقيات كتابية يتم توقيع عليها من طرفين تحمي حقوق والواجبات كل طرف، وترسخ نسخة منها للاتحاد الدولي للعبة دون أن تدفع الاتحادية ولا سنتيم لوسطاء. والجميع يتذكر لما أخلى المنتخب الكاميروني يعني ببنود الاتفاقيات شهر نوفمبر 2011 ورفض لاعبوه التنقل للجزائر للعب مقابلة ودية. يومها أرغمت الاتحادية الدولية للاتحاد الكاميروني على دفع مبلغ نصف مليون دولار لنظراتها الجزائرية. هذا كل شيء نورمال. الرجل الرئيس الديكتاتور كما كانوا مسمينه ومن معه من المسيرين، وجاء ورحل يعني رحل وجاء طاقم جديد يقوده رئيس ديمقراطي كما سماوه بأنه الفتى الذهبي. وكانت أول مقابلة ودية لعبها المنتخب الوطني تحت قيادة إدارة جديدة ومدرب إسباني اللي ادى الأموال لليوم على بلاش الأموال كيما خرجوا أمام منتخب غينيا شهر جوان 2017 في البليدة، وفاز بها المنتخب بهدفين لهدف. وبما أن رئيس الجديد لا تجمعه أي علاقة برؤساء الاتحادات الإفريقية والخزينة الاتحادية كانت مكدسة في أحشائها بالملايير يعني بعملتين المحلية والأجنبية، فقد تم يومها الاتصال بمناجير مغرب، أنا هدرتها في ذاك الوقت اللي عقل عليها، وهو من برمج تلك المقابلة مقابل استفادة من مبلغ مالي كبير يعني 32,000 أورو. يعني وهذا المغربي حنا الله يسهل عليها، خاطر ناس في بلادهم خوانة، ناس في بلادهم خوانة يخونوا في الأمانة. وهذا المغربي هو اللي جاب لهم ألكاراس، وكي جابوا ألكاراس ما جابوش اونترينر المنتخب الوطني الجزائري، جابوه مناجير الفارادو، جابوه مناجير الفارادو كيما راهم دايرين دي زونترينر داروهم دي مناجير، كان يعطاوه 6 ملاير، كان يعطاوه كل واحد كيفاش طاوه. ومع مرور الوقت وتغيير المدربين تطورت الفكره، واصبح تنظيم مقابلات وديه للمنتخب الوطني
يستفيد بموجبه صناع قرار في الاتحادية والمنتخب الوطني من أموال ضخمة. وهنا ربط رئيس الاتصال بالمانجر الفرنسي يدعى بير إيفول. هذا الأخير أصبح هو العقل المدبر، فاقترح عليهم إنشاء شركة مقرها في دولة خليجية في قطر، يرأسها أحد المقربين وتعمل بموازاة مع المانجر يعني والمانجر الفرنسي بير إيفول. مهمتهم برمجة مقابلات ودية للمنتخب الوطني الأول وبقية منتخبات الفئات الشمالية مقابل أموال ضخمة يتم ضخها في حسابات هؤلاء الأعضاء، وهو ما تم العمل به، حيث أصبحت هذه الشركة هي من تبرمج مقابلات ودية وتستفيد من أموال كبيرة. ما حدث في بيع تذاكر مقابلة كولومبيا الودية بفرنسا من عملية نهب منهجة ينادي لها الجبين، لكن الغريب في الأمر أن هذه البرمجة لا علاقة لها بالاحترافية، فالمقابلات تبرمج بمكالمات هاتفية لا الاتفاقيات توقع ولا حقوق تسترجع. وخير دليل على ذلك إلغاء 3 مقابلات بسبب غياب المنافس دون أن تستفيد الاتحادية من أي مبلغ مالي نظرا لإخلال المنافس بما ثم اتفاق عليها، يعني مثل مقابلة البنين للمحليين هنا في الجزائر، ومقابلة جنوب السودان في الإمارات العربية المتحدة، ومقابلة غومبيا مع المنتخب الأول والتي كانت مبرمجة في قطر في فاتح جانفي 2020، والتي هددت فيها الاتحادية باللجوء للفيفا لاسترجاع حقوقها في بيان رسمي على موقع الفار. يعني ما يتعقلوا عليها ظهر لي خرج هذا المكلم بالإعلام يتكلم، يعني لا نقوله في بيان رسمي على موقع الفار الصورة، لكن من يومها لا حديث في هذا الموضوع، لأن المقابلة تمت برمجتها بالهاتف ولا بالوثيقة ولا حقوق تسترجع. هذا واحد من طرف المنتوية التي أدت إلى إفلاس الاتحادية والحديث باقية. على ما تخرجوش تديروا له يعني هذا الرئيس هذا الوزير لأن نطلب برحيله كذلك، يعني وزير لأصبح محامي أصبح محامي وزير يعني محامي بمعنى الكلمة بزاف أولا عاد قال له الشوبي لازم تشكو به يعني رقم وده شوبي تشكي به شوبي لي كشفك عليا كشفك عليا لا تغيظني لا غيظتي لي خاطش علاه نتوما علاه نتوما راكم تمشوا غير درك هذا الوقت قولوا لا قولوا لا هيا كيما صاروا طيحوا فين تزيدوا تستفادوا في سقوط الجزائر هذه هي تزيدوا تستفادوا في سقوط الجزائر لا نهضروا قبل لا تطيحوا بصح نتوما ما عندكمش اهميه نتوما تحضروا راكم تحضروا اليوم غدوه ما على بالكمش كاين المهم تخرجوا تهضروا بعدا طنجيكم راه مدخلك بلا في راسك سعودية عليها يقولوا لي لحد اليوم لا احد على لا اعتزاله على بالنا على بالنا على بالنا شكون اللي قال لك بلي بيعتزلوا ما تزيدوا تشوفوا الظواوتي والله يا الظو ما تزيدوا تشوفوه انا اقول لكم الى قعد هذا والله يا الظو ما تزيدوا تشوفوه انا اقول لك ما تزيدوا تشوفوا الظو فاش الباغي اللي صبقوا عليه ودير بكاش باغي اللي صبقوا عليه كي صبق عليه صبقوا انتوما يديكم شي عزاز عليكم انتوما صبقوا شي عبد يصفق ما يصفقش هي صح
ستم لاير باش يبكي في السطار والله تاكل قريبشه كملوا المقروط مقروط ولا لا كملوه انا نقول لك بلا ما تنساو عطونا جيم كومونتير وبارطاجيو لنا لي فيديو تاعنا باش دائما يوصلكم جديد ونمشي ابوني معنا وربي يحفظكم خاوتي صحيتو.